مرحبا بكم معنا. نقول بسم الله وعلى بركة الله. غندوزو دابا التوتر العصبي لونكسيتي اللي فيه الخلعه واللي موتر واللي معصب وكل شيء. طريقه باش استعمال خل التفاح في التوتر العصبي. ناخذ مثال بسيط. ناخذ واحد جوج كيسان ونص راه هي رابعه ديال الكاس ديال الحياه ياك هي رابعه ديال نعبروا بالكاس ديال مثال بسيط الناس تتسهل عليهم انت تقول لهم كاس ايه الوغ جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجه الغليان غنخويو على واحد جوج معالق كبار ديال المسحوق ديال الزعرور الزعرور لو بيبي الزعرور الشائك واللي قلنا راه بدا يقلال في المغرب بقى غير في الريف والمويناطاس. نخليه واحد الربع ساعه يخمر حتى نص ساعه نصفيه نزيدوا عليه نص كاس ديال 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 الخل التفاح نحركوا داكشي كامل. ما نساوش خل التفاح سي تان كونسيرفاتور محافظ. نشربوا واحد نص كاس تاع الكاس اللارو هذا قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. انا نفضل غير داك نص كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. اولا فتك لينا بكل شيء الطفيليات واللي كاين كله في المعده وفي النصران وداكشي كامل وعطانا القوه والجهد وكل شيء وراه مطهر سي تان انتيسيبتيك وهدل لينا الاعصاب. طريقه سهله اش قلنا واحد الرابعه ديال الماء ولا جوج كيسان ونص ديال الماء بدرجه الغليان نخويو على واحد جوج معالق ديال المسحوق ديال الزعرور نخليه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه نفلتريه ونصفيه نزيدو في داك الماء واحد نص كاس ديال خل التفاح نحركو ناخذو نص كاس الباقيه نديروه في الثلاجه نص كاس نشربوه قبل الفطور الغداء العشاء. ها هو ممتاز. ها طريقه سهله نفس الوصفه غدير لنا يومين دونك حيدنا تتحيد الخلعه والتوتر العصبي والانهيار العصبي والارق وهادشي كامل تحيدو هاد الوصفه اللي سهله. الناس باش يفهموا يقدروا يصاوبوا وصفات ديالهم اش قلنا في التوتر العصبي النفس القانون نهزوه دابا استعملنا غير عشبه وحده اللي هي الزعرور نقدروا نستعملوا نبداو اش قلنا قلنا الهند بابريه لا ليتي سوفاج نقدروا نضيفوا لها حوايج اخرين بلاصه ما نديروا الزعرور نقدروا نديروا عشبه وحده كيف نقدروا نركبوا هذه الوصفه نديروا عشبات متعدده. مثال بسيط ما بغيناش نديروا الزعرور نقدروا نديروا بابونش ما بغيناش نديروا بابونش نقدروا نديروا الحبق ما بغيناش نديروا الحبق نقدروا نديروا حبق الترنج او نديروا لا ليتي الهند بابريه يعني عندنا خيارات او نديروا الورق ديال الزنبوع ديال الرنج او لو ميل بيرتوي كاين حوايج دونك عندنا خيار نقدروا هاد العشب كلهم اللي ذكرنا دابا نزيدوهم نخويو عليهم نديروا مثال بسيط معلقه صغيره من كل عشبه ها الهند بابريه ها بابونج ها الحبق ها حبق الترنج ها اللويزا دونك ها الورق ديال الزنبوع دونك الحوايج ها الميل بيرتوي ها الفاليريان دونك كاين خيارات متنوعه مرد الدوش الحوايج دونك عندنا اللي هذا نقدروا هادو معلقه 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 صغيره من كل حاجه نزيد واحد ليترو دلارو بدرجه الغليان نخليه واحد نص ساعه نفلتريو نزيدو عليه في ديك الساعه قلنا ليترو دلارو نزيدو واحد تقريبا ثلاثه الاربع ديال الكاس ديال خل التفاح احنا كوننا دواء فعال ممتاز مهدئ الاعصاب. استاذ جمال كنشكرك كثير على وجودك معنا.